كما شدد الفريق طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث على أنه يتم تحديث الخطط الوطنية للتصدي للفيروس حسب التغيرات. أشار رئيس الأمن العام إلى إنشاء فريق لتتبع المخالطين مشددا على أن هناك مسؤولية مجتمعية للتصدي للفيروس ويجب الحد من التجمعات. لجنة الكوارث بأمر وتوجيه من سيدي معالي وزير الداخلية عقدت أول اجتماع كان في شهر يناير للتعامل مع هذا الموضوع، وظلت في يعني في حال انعقاد دائم لمتابعة الموقف. المركز الوطني لمواجهة الكوارث شغال من ذلك الوقت يتابع الحالة أول بأول، سواء كان محليا أو إقليميا أو دوليا، ويتم تحديث الخطط الوطنية بما يعني يقتضيه الموقف. كذلك إدارة الأمن الإلكتروني تقوم بمتابعة ما يحدث وما يقال في وسائل التواصل الاجتماعي، ومحاولة تتبع الإشاعات اللي تصدر من وقت لوقت والرد عليها ودحضها واتخاذ اللازم فيها، لأن هذه الشائعات في كثير من الأحيان قد تؤثر على الأمن والسكينة العامة، وقد يعني بعض الناس مع الأسف يصدق كل إشاعة تجي، مع أن احنا نكرر ونقول دائما أن تستقى المعلومات من المواقع الرسمية، هي اللي فيها المعلومات الصحيحة، وهي اللي يعني البحرين حريصة ترى على مواطنيها وعلى المقيمين فيها. فمنذ البداية كان التعامل مع هذا الأمر بكل شفافية. طبعا هناك تم إنشاء الآن فريق لاختفاء أثر المخالطين أو تتبع المخالطين. بعض الحالات اللي ثبت أنها يعني كانت موجبة أو إصابتها بالفيروس، طبعا كان في هناك مخالطة ل سواء كان يعني ناس أفراد من العائلة أو أماكن عمل أو حتى أماكن أخرى. فمن الضروري أن احنا نتبع هذه المخالطات ونتعامل معها بأسرع وقت حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم وسلامة المجتمع بشكل عام.